البحرين ما زالت تنبض، ولكن اليوم من قلب العاصمة الألمانية برلين في ذكرى الاحتلال السعودي بقوات درع الجزيرة في 15 مارس عام 2011، شباب وشابات الثورة يشعلونها هنا بفعالية في ساحة بوتسدامر، حيث عرضت صور قادة الحراك تتوسط صوراً للشهداء والجرحى ليراها الشعب الألماني وكذلك جموع الجاليات المغتربة. في هذا اليوم كلنا نستذكر واقعة هجوم قوات درع الجزيرة على سترة، وكلنا نستذكر الشهيد البطل أحمد فرحان. لتكتمل في الغد مع وقفة أمام سفارة البحرين للمطالبة بالحقوق الإنسانية والإصلاحات السياسية، وكذلك الإفراج عن سجناء الرأي وجميع المعتقلين.